مشاهدينا مشاهدي قناة مصر الزراعية، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ترند زراعي، واللي بنتناول فيه أهم الموضوعات المنتشرة خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي نالت إعجاب حضراتكم ونالت كمان عدد كبير جدا من المشاركات والتفاعلات والمرتبطة بشكل كبير بالقطاع الزراعي أو القطاع البيئي. وخلونا نروح مع حضراتكم لأولى الموضوعات اللي كان ليها صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. قرية مصرية في الفيوم بتصدر الملوخية إلى أوروبا. مين فينا ما بيحبش الملوخية؟ أشهر أكلة مصرية، ويا سلام لو عليها فراخ أو أرانب. مصر قررت من سنين إنها تشارك سر أشهر وأطعم أكل عندها مع أوروبا واليابان، وتصدر الملوخية المصرية لأوروبا. قرية في الفيوم حطت الملوخية على خريطة التصدير من سنين، وهي أشهر قرية بمحافظة الفيوم، واللي اتلقبت بالمملكة الخضراء أو قرية الذهب الأخضر، وهي قرية جردو التابعة لمركز إتصا بالفيوم. القرية دي اشتهرت بزراعة الملوخية وتصديرها لأوروبا والعالم. كمان القرية تحولت لخليه عمل بسبب زراعة الملوخية والمشروعات القائمة عليها، من تقطيف وتجميع وتجفيف وكمان تجهيز وتعبئة. يعني محافظة الفيوم من أهم المحافظات اللي بتشتهر بإنتاج النباتات الطبية والعطرية بشكل كبير جدا لعدد كبير جدا من النباتات دي. خلونا نشوف مع حضراتكم أبرز التعليقات اللي حضراتكم علقتوا بيها على الموضوع. أحمد حسن بيقول جردو الأساس، أبو جنشو أو أبو جنشو دي ورثت من جردو الشغل من 5 سنين. سامح العسوي إنها جردو يا سادة إنها بلدي. أشرف الدالي بيقول الحمد لله خير أرضنا، الدنيا كلها تعرف قيمته، الله أكبر وتحيا مصر بشعبها الكريم. ياسر رأفت بيقول الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج. يعني عبد العزيز الأنصاري بيعلق بشكل طريف وبيقول أنا بحب الملوخية والبامية شوكتني. خلونا نتعرف بشكل أكبر على جردو، أهم قرية في إنتاج وتصدير الملوخية، من خلال اتصالنا مع الدكتور ربيع مصطفى رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث البساتين ووكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم الأسبق. برحب حضرتك معنا يا دكتور. أهلا يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. عايزين نتعرف من حضرتك، يعني قرية جردو وأبو جنشو من أهم القرى في إنتاج وتصدير الملوخية، إيه السر ورا ده؟ والله إن قرية جردو من زي ما أنت وصفتها حضرتك من إحدى القرى، يعني بتمثل خلية نحل في وقت زراعة الملوخية. الكل بيعمل سواء كانت في الغيطان بيتم زراعتها، وفيها ما لا يقل عن 3000 إلى 3500 فدان موجود في هذه القرية بيتم زراعتها من الملوخية. قرية أبو جنشو طبعا خلت هذه النسخة ولت تزرعها، لأن أبو جنشو بتزرع باقي النباتات الطبية والعطرية زي حشيشة الليمون، زي عباد القمر، زي الريحان، زي النعناع، دي كلها موجودة في، والكاموميل طبعا مشهورة بها جدا، أو شيح البابونك في منطقة أبو جنشو. دكتور ربيع حابب نرجع لموضوع الملوخية. الظاهر من الصور اللي احنا شفناها وانتشرت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ان الملوخية يعني بيوصل ارتفاع لحوالي 2 متر تقريبا، هل هي بتختلف عن الملوخية اللي احنا بنشوفها؟ هي تختلف طبعا، بيسموها الملوخية العملاقة او الملوخية الخارقة، ودي في بعض الاحيان بيسموها الجود الاخضر، الجود الاخضر، لان الساق بتاعها بيصل زي ما حضرتك تفضلت بيصل لحوالي اكثر من مترين، وبالتالي ممكن ان انا استخرج منه الياف. هذه الالياف بتخش في صناعات كثيره جدا، منها صناعه الحذاء والاقمشه والاحذيه. الملوخيه نبات صيفي بيتزرع، بيقعد في الارض بعد زراعه القمح وبعد زراعه الشتوي، بيقعد حوالي اكثر من 110 يوم تقريبا، وبالتالي بيتم ياخد منه حشيتين. خلال الحشيتين دولت بياخد اول حشه وينزلها طبعا بعد العصر في الطراوه، وينزلها على البيوت والمنازل، ويعطي ستات البيوت والمراه المعيله والاطفال وكل الناس بيخشوا في عمليه القطف وفصل الاوراق عن السيقان.
وطبعا دي بتعتبر يعني داخله من مداخل ان انت بتزود من الايدي العامله فرص عمل طبعا، واعلى، وكمان بتدخل الستات المعيله اللي في بيوتها ما بتتنقلش ما بتطلعش بره تشتغل في نفس البيت، تفصل الساعه وبياخد منها تقريبا الكيلو الورق المفصول ب 2 جنيه. ده وبعدين يجي ياخدها يدخلها بعد كده في عمليه تجفيف مجففات خاصه عندهم في نفس القريه اللي هي قريه جردو اللي هي طبعا مركز اقصى محافظه الفيوم، بيبدا يفرز الـ 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 الأوراق على 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 مجففات خاصه، بتقعد مثلا حوالي عن اسبوع او 10 ايام ويتم تقليبها، وفي مناطق فيها الاماكن مظلله، هذه الاماكن عشان تقدر تحافظ على اللون بتاعها لان اللون عامل مهم جدا في عمليه تسويقيه. بعد كده بيبدا تنتهي مرحله التجفيف، يدخلها في مرحله ثانيه هي مرحله التعبئه، في كراتين خاصه وعبوات خاصه يبدا يحطها ويبدا يخزنها ويجهزها على الشحن. هي بعد كده بتسافر الى لبنان، يعاد تعبئتها مره اخرى وتصديرها لمناطق اخرى، وممكن تسافر مباشره على اوروبا واليابان. طيب، هل الاقبال العالمي على الملوخيه المصريه ده بيرجع للفوائد الصحيه للملوخيه؟ ايه السبب طبعاً، ولا علشان الطعم؟ هي طبعا عشان ان الملوخيه طبعا اليابانيين يعني من قبلنا اكتشفوا ان هي لها تاثير طبعا، واول ناس تكلموا عليها طبعا المصريين قدماء المصريين قالوا ان لها اثار طبيه جميله، فبتخش في كثير من الصناعات الادويه. وطبعا علاوه زي ما قلنا دلوقتي ان احنا ممكن نعمل قيمه مضافه ليها، ان احنا نقدر نستغل السيقان بتاعتها المفصوله عن الاوراق وندخلها في صناعه الالياف. قريه جردو وابو جنشو، ايه الميزه اللي فيها؟ يعني ليه دايما بتجود زراعه الملوخيه في القريتين دول؟ هل طبيعه التربه، المناخ؟ لا، هو الناس اللي فيها طبعا تعودوا على هذه الزراعه، واصبح العمليه التسويقيه متكامله من مزارع وتاجر ومسوق، فطبعا دي كامله موجوده هناك. حتى صناعه الكرتون، صناعه الحاجات الخاصه بعمليه التجفيف كلها موجوده في نفس القريه، وتخصصت في هذا الموضوع. انا بقول لسيادتك القريه فيها حوالي فوق من 3000 فدان بيتزرعوا، اذا اصبحت هي متخصصه في هذا الموضوع، واصبحت العمليه التسويقيه والعمليه الزراعيه كلها متكامله موجوده عندهم، من مزارع لناس بتشتغل تفصل الاوراق، لناس بتجفف، لناس بتعبي، لمصانع الكرتون نفسها موجوده، فاذا العمليه متكامله في هذه القريه. وبدات قريه ابو جنش تاخد، لان هي جارتها ولو انها تبع مركز ثاني، مركز ابشواي، خدت نفس النسخه وبدات تشتغل في الملوخيه الصعيدي. وده اللي احنا بنتكلم عليه والدوله بتتكلم عليه، الميزه التنافسيه وتشجيع الميزه التنافسيه في كل قريه. دي قرية منتجة بالأساس من زراعة لحصاد لتجفيف لتعبئة ثم تصدير إلى عدد كبير جدا من دول العالم. يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور ربيع مصطفى، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث البساتين وأيضا وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الأسبق، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة. يعني كان في موضوع من الموضوعات المهمة اللي يعني كان ليه صدى كبير جدا على السوشيال ميديا، وهو الزراعة بتستعد لتطبيق الدورة الزراعية في القمح، وده اعتبارا من الموسم القادم. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن بداية تطبيق الدورة الزراعية الموسم ده إن شاء الله على محصول القمح، خصوصا بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية اللي بتضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية، بحيث تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل المهمة اللي بتستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي. كمان الوزارة بحثت مساحات القمح المزمع زراعتها إن شاء الله الموسم القادم، والاحتياجات من تقاوي القمح المعتمدة والمنتقاة واللي تم إعدادها وإنتاجها من خلال وزارة الزراعة، علشان نقدر نغطي 100% من المساحة المستهدفة الموسم الجاري. يمكن بعد ما الخبر تم نشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كان في عدد كبير جدا من التعليقات الإيجابية اللي يعني رحبت بقرار زراعة القمح بنظام الدورة الزراعية. خلونا نشوف مع حضراتكم أبرز التعليقات. حنان هنداوي بتقول بالتوفيق للجميع وسدد الله خطاكم. كمان حسن الشرقاوي بيقول بالتوفيق إن شاء الله.
محطة البحوث أو الحساب الخاص بمحطة البحوث الزراعية بسخة بيقول موسم موفق إن شاء الله. يمكن زي ما قلت لحضراتكم إن الدولة خدت خطوات فعلية وجادة في هذا السياق من خلال الزراعة التعاقدية. بقالنا سنتين الحمد لله دايما الدولة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التموين دايما بيعلنوا قبل موسم الحصاد أو مع بداية الموسم سعر أردب القمح، وده بيضمن يعني الضمان للمزارع اللي بيقبل على زراعة القمح. خلونا نتعرف بشكل أكبر على هذا القرار وأهميته مع الأستاذ الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي. برحب بحضرتك معالي الدكتور معانا. مساء الخير دكتور أشرف. دكتور أشرف مساء الخير، أرجو من حضرتك ممكن لو نتحرك في أي مكان لأن الشبكة فيها مشكلة تقريبا. دكتور أشرف، يعني زي ما بقول لحضراتكم هنشوف التليفون إن شاء الله الزملاء بإذن الله يدخلونا معاه. زي ما بقول لحضراتكم إن وزارة الزراعة والدولة المصرية خدت خطوات جادة في هذا السياق من خلال الزراعة التعاقدية، ودايما بتعلن عن سعر القمح، وكمان التوريد بيكون فيه تيسير كبير جدا للمزارعين من خلال المجمعات المختلفة. دكتور أشرف مساء الخير. ألو دكتور أشرف. أيوة بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، برحب بيك. أهلا بيك بحضرتك وبشاهد القناة الكرام. يعني في البداية بنتكلم عن الزراعة التعاقدية. منذ أيام وزارة الزراعة أعلنت إن هيتم زراعة القمح بنظام الزراعة التعاقدية، بنظام الدورة الزراعية عذرا. عايزين نعرف المشاهد اللي بيشوفنا دلوقتي يعني إيه زراعة القمح بنظام الدورة الزراعية. نظام الدورة الزراعية هو نظام لتعاقب المحاصيل بالتربة وتحديد تلك المحاصيل مستقا. والدولة المصرية في الواقع خلال اهتمامها الكبير بالقطاع الزراعي يعني عملت على تطبيق ذلك النظام بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية وأولها القمح تزامنا مع الزراعة التعاقدية، بحيث تتزامن الزراعة التعاقدية مع الدورة الزراعية. يتم تحديد مساحة المحصول وذلك للتغلب على مشكلة رئيسية تواجه الزراعة المصرية. أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية بجانب الزيادة السكانية هو تحدي التفتت الحيازي وعدم القدرة على تجميع المساحات، وبذلك يتم تطبيق نظام الدورة الزراعية لسهولة تجميع المساحات الصغيرة في تجميع حوض واحد يتم زراعته بمحصول واحد، وبالتالي تكون احتياجاته المائية واحدة، وتتم معاملاته الزراعية من إضافة تقاوي وتسميد ورش مبيدات لمقاومة الآفات. كل ذلك التجميع يؤدي إلى فائدتين: فائدة للمزارع من خلال تطبيق المعاملات الزراعية وسهولة تسويق محصوله من خلال الزراعة التعاقدية، وفائدة للدولة من خلال رسم السياسات الزراعية من خلال سهولة وضوح البيانات الزراعية جنبا إلى جنب مع كارت الفلاح الذي قامت وزارة الزراعة بتطبيقه بالتعاون مع وزارة الدولة للاتصالات. يعني أفهم من كده يا دكتور إن بيتم تحديد حوض أو عدد من الأحواض داخل كل قرية وبيتم زراعتها بالقمح، مظبوط كده؟ هذا صحيح، تحديد عدد من الأحواض لمحصول معين، وبالتالي يتم التغلب على مشكلة تفتت الحيازات وهو تحدي رئيسي يواجه الزراعة المصرية. يمكن بناخد من ده دايما المثل العربي بيقول بيدي لا بيدي عمر، يعني احنا دلوقتي بنزرع قمحنا في ارضنا وبنحصده وبيتم التعاقد عليه من خلال سعر عادل ومجزي للفلاح، وطبعا ده يعني مش بيضغط على الدولار ومش يعني بيكون في مشكله في عمليه استيراد الاقماح من عدد من الدول خاصه في ظل الازمات العالميه. غايه الاهميه محصول تحديد عمليه تحديد اسعار الضمان. لقد قامت الدوله المصريه بتطبيق سعر الضمان بالنسبه لمحصول القمح، بدات ب 1250 جنيه ثم طبقا لتوجيه رئاسي
تم رفعه الى 1500 جنيه، وهذا هو الفكر الرئيسي لمفهوم اسعار الضمان، ان يتم تحديد سعر ضمان قبل زراعه المحصول بفتره كافيه يمكن زيادته بمرونه خلال موسم التوريد اذا ارتفعت الاسعار العالميه. كان في قامت الدوله بتحديد اسعار ضمان للمحاصيل الزيتيه نظرا لاهميتها في ظل ارتفاع اسعار الزيوت وفي ظل ازمه العالميه، فقامت بتحديد اسعار ضمان للذره الشاميه البيضاء والذره الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس. دكتور، خلال السنين اللي فاتت كان دايما المزارعين لما بنقابلهم وبننزل الحقل دايما بيقولوا احنا محتاجين تاني يتم تطبيق نظام الدورة الزراعية، ومحتاجين كمان يتم تطبيق الزراعة التعاقدية. الدولة بدأت بنظام الزراعة التعاقدية ثم تطبيق الدورة الزراعية، وده بيخدم الدولة والزراعة في مصر وأيضا المزارع من خلال سعر عادل. شايف ان الدولة خدت خطوات جادة وفعلية لتحقيق الأمن الغذائي وأيضا تحقيق سعر عادل ومجزي للمزارع من خلال الخطوات اللي تمت خلال السنتين اللي فاتوا؟ ذكرت حضرتك في غاية الأهمية وهو أمر حيوي، ونصب أعين الدولة المصرية بشكل كبير وجهود حثيثة لوزارة الزراعة بقيادة معالي الأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويعني تحديد سعر الضمان يؤدي إلى حصول المزارع على سعر مجزي وليس أسعار طبقا لعقود إذعان كما كان يحدث في السابق. ويعني تمت هناك توصية من لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الحوار الوطني، وقد شرفت بحضور جلسات الحوار الوطني كمتحدث، وكانت هناك توصية بتوسيع نطاق الزراعة التعاقدية بحيث تشمل بالإضافة إلى القمح والمحاصيل الزيتية أيضا محصول الفول والعدس، وهما محصولان مكونان رئيسيان للأكلات الشعبية للمصريين، بالإضافة إلى محاصيل الطماطم والبطاطس وبذر الكتان والقط. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي على هذا التعليق على خبر وموضوع مهم وهو موضوع زراعة القمح من خلال الدورة الزراعية. هنروح مع حضراتكم لموضوعنا الثالث في ظاهرة طريفة، صغار السلاحف البحرية بتغزو شواطئ العريش. معروف أن البيئات المصرية هي بيئات غنية بالتنوع البيولوجي، بلدنا مليانة بكل مظاهر الحياة البرية والبحرية الحقيقة، وهي على خطوط الهجرات العالمية للطيور والحيوانات. يمكن ده بنشوفه بنفسنا لما بنكون في الأماكن الشاطئية، سواء المطلة على البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو النيل نفسه. مواقع التواصل الاجتماعي رصدت ظاهرة جميلة جدا وغريبة، أو حتى ممكن نقول عليها طريفة. أحد رواد الشواطئ بالعريش صور بموبايله مجموعة كبيرة من صغار الترسة البحرية في فندق بالعريش بشمال سيناء، وقام المصطفين بنقل الترسة اللي غالبا لسه يعني فأسة، وتم العملية بنجاح. الواضح أن الظاهرة دي مش مرتبطة بالفندق ده، لكن هي ظاهرة اتشافت أكتر من مرة بمناطق كتيرة جدا في العريش، وده بسبب التزامن مع موسم فأس بيض السلاحف البحرية أو الترسة. خلونا نشوف مع حضراتكم الفيديو أثناء يعني أحد المصطفين لما لقى السلاحف وأيضا عملية إطلاقهم في البرية وفي البحر مرة تانية. موسم هجرة السلاحف من العريش، احنا شفنا في البلد دي حاجات كتير حلوة، بس ده كمان أحلى حاجة ممكن تشوفها. شايفين احنا فين؟ هجرة السلاحف حسب رجلك. الترسة دي يعني أظن في ترسة لسه والدة دلوقتي هنا، ودول ولادها مش عارف ازاي بقى عايزين ننقلهم، اظن هيموتوا هنا. بيموتوا. بيموتوا. طب يلا نحاول ننقلهم للبحر. هم بصوا ما بيعيشوا بره وبحر، بس انا فاهم، بس الافضل يلا نحاول ننقلهم للبحر. يلا نحاول. احنا شفنا العجايب هنا في البلد دي، بس اول ما اشوف ترسه صغيره كده ده لما بتبقى ظهرها ده يعني لحد ما تكبر شويه كده بيبقى طري، يكبر لو ضربت فيه طلقه ترد فيه. ما شاء الله ما شاء الله. يلا عايزين نحاول ننقلهم بشكل براحه كده عشان ننزلهم الميه عشان ما يموتوش. سلاحف هنا في شاطئ فندق خاص غالبا عادي. لا وبعدين ما الناس كلها بتسهر البحر عادي. بسم الله.
في حاجه معديه. ماشي تمام. بسم الله. يلا يا اولاد خدوا بالكم من نفسكم. تحرجوا من هنا كده. خدوا بالكم يلا يا اولاد من نفسكم. ما تعملوش شقاوة. اسمعوا كلام ماما. والله ده معلقة دي ولا ايه؟ حاسب بس عشان حاسب ان انت دخلت. رايحة فين؟ نعمل لهم تيجي نعمل لهم مجرى؟ نعمل لهم مجرى من الاخر. مش براحة 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 ممدوح. يلا يا اختي. بص المية تيجي تاخدها. انتشروا. ربنا يكفيكم شر الصيادين يا اولاد. يلا. هما بيعوموا ولا لسه ما تعلموا؟ هما اصلا الصدف اللي على ظهرهم ده بتخليهم يطلعوا. ادي اول واحده. يلا. ها؟ بس هي جابت. بس. بص مصدقها. طياره. مصدقها. حصل اخواتكم يلا يا رجاله. يا جبت تاني؟ يلا نزلهم. بتجروا ليه؟ يا هبل يا هبل. سبحان الله. العكس هو بيجي ناحيه النور على فكره. المفروض ما نكونش في اضاءه. دور مجتمعي قام بأحد المصطفين، وإحنا من هنا بنهني الدولة المصرية وكل المصريين بعودة الأمن والأمان مرة تانية لشمال سيناء والعريش ورفح، وكمان تم فتح الشواطئ أمام أي شخص حابب إن هو يزور مدينة العريش واللي بتمتاز بالمناظر الطبيعية الخلابة. خلونا نشوف مع حضراتكم أبرز التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديوهين اللي تم عرضهم دلوقتي. سيد علي بيقول سينا وخير سينا وجمال سينا. فعلا سينا جميلة. فريق المصري لحماية وإنقاذ الكائنات البحرية بيقول بغض النظر عن المعلومات اللي اتقالت قصده من المصطاف، بس تسلم ايديكم انكم رجعتوها تاني البحر. ده فأس سلاحف بحرية من النوع لوجر هيد أو ضخمة الرأس أو ما يقال عليها كريتا كريتا، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض خالص. تحياتنا ليكم. الفريق المصري تاني بيقول على الفيديو الخاص بعملية إطلاق سراحهم للطبيعة، الله ينور عليكم، صغار سلاحف من النوع لوجر هيد وهي من الأنواع المهددة بالانقراض. مروة حلمي بتقول سبحان الله شكلهم تحفة بجد. رحاب بتقول نشكركم على الوعي البيئي وتواصلكم مع الجهات المختصة لحماية السلاحف. نورهان حسام بتقول العريش الجميلة. طبعا العريش الجميلة، وزي ما حضرتكم عارفين ان تم تحقيق الأمن والأمان في كل ربوع شمال سيناء، وبنتمنى الخير لأهالي شمال سيناء ولكل المصريين، ويا رب دايما في تقدم وفي ازدهار. هنروح مع حضراتكم لخبر مهم، ويمكن ده من أخبارنا الدولية واللي تم تداوله من خلال قنوات إخبارية كبيرة جدا وعدد من الصحف والمواقع الإخبارية العالمية. ولادة زرافة بدون نقط في حديقة حيوانات أمريكية. مين فينا ممكن يتخيل الزرافة من غير النقط اللي فيها واللي تعودنا إننا نشوفها في جنينة الحيوانات؟ ده حصل بالفعل زي ما حضراتكم شايفين قدامنا دلوقتي على الشاشة في واحدة من أندر المشاهد على الإطلاق في حديقة الحيوانات بولاية تينيسي الأمريكية. اتولدت هناك في حديقة حيوان برايتس في 31 يوليو زرافة بدون نقط، لونها بني فقط، وكسرت قواعد المظهر المعروف للزرافة. الزرافة طولها 6 أقدام وما زالت تحت رعاية أمها، وكمان موظفي الحديقة المعروف إن النقط بتاعة الزرافة بيكون استخدامها للتمويه لحمايتها من الأعداء والحيوانات المفترسة. لكن الزرافة دي يبدو إنها مش محتاجة للنوع ده من التمويه حقيقي، كونها بتعيش في حديقة حيوانات وملهاش أعداء، بيتم رعايتها زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة من قبل أمها ومن قبل القائمين على حديقة الحيوانات بالولايات المتحدة
الأمريكية. خلونا نشوف مع حضراتكم ونتابع تعليقاتكم على مقطع الفيديو ده. حد من المتابعين بيقول زرافة من نوع هجين خاص، وآخر بارادايس فلاور بتقول صحباء. تمام. كمان في تعليق بيقول جميلة ومميزة، وزينب علي بتقول الله في خلقه شؤون بس منظرها يجنن. عليا بتقول مثل الجمل، شبه الجمل يعني. مصطفى بيقول نعم نادر، ولكن هناك سؤال، هل تدخل علماء أو بشر بهذه الزرافة؟ يعني بيذكر أن تم التدخل بشكل أو بآخر في عمليات التحسين الوراثي والتراكيب الوراثية للبويضة، وأيضا عمليات التراكيب الوراثية لهذه الزرافة. الله أعلم. كمان معانا موضوع تاني وهو من الموضوعات الطريفة، دش بارد لأسد داخل مغسلة سيارات يثير تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. دايما الناس بتروح المغسلة تغسل عربية، تغسل سجاد، تغسل دواسات، لكن نشوف حد رايح يغسل أسد في المغسلة دي جديدة بصراحة ومخيفة. كمان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لمواطن من جنسية عربية بيقوم بغسل أسد في شنطة عربية نقل، وكان واضح ان الأسد مبسوط جدا بالدش البارد ده. خلونا يعني نشوف مع حضراتكم الفيديو ونرجع تاني نشوف تعليقاتكم. ونغسل الأسد غسيل بستر، في كذا شيء زي كذا ما في حداكم حد أحد يسوي اللي سويته. غسيل هي حاجة طريفة وفي نفس الوقت هي حاجة مخيفة للغاية. أنا لو شايف الموضوع ده هجري على طول يعني. خلونا نشوف مع حضراتكم التعليقات. مناف بيقول هيبة الأسد، يعني هو قصده أن هيبة الأسد راحت، لماذا نحن هنا؟ بيسخر، نوع من أنواع السخرية. فاطمة بتقول هيبته طارت. كمال خالد بيقول أنا معي غوريلا، إيه نظام التشحيم عندكم؟ كمان في حد من المتابعين بيقول الأسد مستغرب ليش ما يخافون منه الناس اللي واقفة. كمان عمر رمضان بيقول أخويا الرايق واحد شايب النعناع لأخويا ملك الغابة على ما يتشطف، يعني من الحاجات الطريفة. حمادة آلة تميم بيقول الأسد بيقول يعني، أو هو على لسان الأسد، ممنون أخويا بس إني جوعان. كمان محمد بيقول الأسد لسان حاله بيقول شو ما حد يخاف مني، والله أنا خايف عن نفسي. كمان في حد من المتابعين بيقول الدنيا حر فقال خلي يروشني وبعدين أكله. كمان حد من المتابعين بيقول الأسد بيقول يعني أيوة كده دلعني. كمان أبو سبع الهاشمي القرشي بيقول مغسلة أسود ما مغسلة سيارات، يعني من الموضوعات الطريفة اللي تم انتشار مقطع الفيديو بشكل كبير جدا عبر المنصات المختلفة ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعدد كبير جدا من التعليقات وكان ده أبرزها. كمان في موضوع مهم جدا من الأخبار العالمية اللي تم تداوله بشكل كبير على المواقع الإخبارية العالمية بسبب الاحتباس الحراري، مخاوف من انقراض وشيك للبطريق بالقطب الجنوبي. يعني حضراتكم عارفين انه مع التغيرات المناخية اللي أثرت على كل مناحي الحياة، كتير من الحيوانات البرية بقت مهددة بالانقراض، ودي حقيقة، سواء بسبب الاختلال في السلسلة الغذائية أو ذوبان الجليد، وده اللي حصل مع نوع نادر من البطارق العملاقة وهو البطريق الإمبراطوري. البطريق ده معروف عنه أنه بيتكاثر في منتصف فصل الشتاء الجنوبي لما بتكون درجات الحرارة في ذروة حدتها. دراسة علمية لمركز الاستطلاع القطبي البريطاني رصدت نفوق كامل لأفراخ البطريق في عدد من مستعمرات القطب الجنوبي بعد بلوغ ذوبان الجليد كمان، وده لمستويات قياسية في الأشهر الأخيرة. وقالت الدراسة إن 4 من 5 مستعمرات شملتها المراقبة في غرب القطب الجنوبي، زي ما حضراتكم شايفين والأستاذ سامح بيعرض قدامنا على الشاشة الموضوع، غرب القطب الجنوبي عانت خسارة كارثية للأفراخ، وده بنسبة
100% ما بين غريق أو نافق بسبب انهيار الجليد، وده طبعا مؤشر خطر لما بنكون بنتكلم عن انقراض وشيك لنوع من أنواع الطيور اللي بيعتبروا الساكن الأشهر للقطب الجنوبي والأماكن المتجمدة. يمكن ده زي ناقوس خطر للمجتمع الدولي إنه يعيد التفكير في القمم المناخية، إننا ما عادش عندنا رفاهية الاختيار، ودي حقيقة كبيرة جدا. كمان زي ما حضراتكم شايفين إن موضوع التغيرات المناخية مش بس بيلقي بظلاله على موضوع الطيور المهاجرة وكمان الطيور النادرة والحيوانات النادرة، لكمان بيلقي بظلاله، وحضراتكم متابعين وعارفين ده كويس، على الزراعة في مصر. الزراعة في مصر وفي كل دول العالم بتعاني بشكل كبير جدا بسبب التغيرات المناخية، وده بسبب الشخص نفسه، بسبب بني البشر، لأنهم هم السبب في التغيرات المناخية بسبب الانبعاثات الحرارية. بنتمنى السلامة لحضراتكم وللكرة الأرضية بالكامل. خلال حلقة النهاردة يعني تابعنا عدد من الموضوعات المهمة اللي تم انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في مصر أو في المنطقة العربية أو في دول العالم، وكانت موضوعات يعني طريفة إلى حد كبير. يعني أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وكمان بشكر كل فريق عمل البرنامج، برنامج ترند زراعي. على لقاء يتجدد إن شاء الله يوم الاثنين القادم الساعة 4 من كل أسبوع. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة ومستنيكم في حلقة جديدة من برنامج ترند زراعي.